بالنسبة الإداريين إلى نسبة الأكاديميين هنالك ترهل وتضخم في الجهاز الوظيفي وهنالك صرف هائل على العقار بدلا من نصرف على التعليم. التغيير، نحن محتاجين إلى تغيير لننتقل إلى تعليم معرفي، لأننا يجب أن نكون مجتمع معرفي. عملية الدخول إلى عصر المعرفة ومجتمع المعرفة تبدأ بالتعليم المعرفي. العلاقة مع المجتمع من ناحية خدمة المجتمع ومسؤولية المجتمع هي أيضا تبادلية، ومثلا السعودية سبقتنا بأن أصبح هنالك إلزاما مواد تحتسب كريدتس لمن للطالب لحكي يتخرج أن يعمل في خدمة المجتمع. إحنا يجب أن نخلق هذه النفسية في الطالب أن عليه دور في أن يخدم المجتمع وهو طالب، لأن ما يخرج يصبح هذا ثقافة في موضوع خدمة المجتمع. الانتقال من التعليم إلى التعلم، ما في شك، وفي عصر المعرفة ما في تعلم أصلاً. education مثل ما نقول دائماً هي أصلها كلمة رومانية educa معناتها كل، وليس أعطي المعرفة، اسحبها. تعلم وليس علم، والمعلم يجب أن يصبح ميسر أو مسهل لعملية التعليم. وما نقلع الأساتذة، بالعكس هذا دور أعلى وأرقى من أنه نسميه أستاذ، أن يصبح هو موجه للطالب وليس ملقن بمادة تتكرر من سنة لسنة، هذا في الحالات الأغلب. وحتى لو كانت سنوياً، خلال السنة يطرأ ما لا وجود ما لا يحصى من معلومات ولا يمكن أن يلم بها الأستاذ. التعلم بالإنترنت بدل الطبشور، كما قلنا نحن في مشكلة هنا في هذا المجال. التعليم الإلكتروني حتما أوسع أفقا. ما حدا يقول لي أنه التعليم في الصف مفيد، له عيب واحد فقط، التعليم في الأسوار وفي الجامعات عيب واحد. أنا وإحدى في إحدى محاضراتي قالت لي السيدات، إحنا كنا في الجامعة نقابل شريك المستقبل. صحيح، هاي مشكلة شريك المستقبل لما كنت قابله، ولكن هذه هي أيضا مرحلة، لأن ستكتشف الطالبة الإلكترونية أن أمامها سوق أكبر من الأزواج في أفق الإنترنت. هي مرحلة مؤقتة، إنما في المستقبل لن تكون هذه عيب في التعليم الإلكتروني. هناك في بطالة، البطالة هي حقيقة ليست بطالة كما شرح الأساتذة، هي مسماتش، هي مسماتش بين ما يحتاج السوق وما نخرج. إحنا محتاجين اليوم في كفاءات معينة بالآلاف، أنا اليوم أعطيني آلاف في كفاءات معينة لا يخرجها السوق، وعندنا مشكلة فيها، لأن الجامعات لا يخرجها الجامعات، عفوا الجامعات لا تخرج اللي ما يطلب السوق، تخرج ما يطلب الطالب عندما يسجل كما تفضل. وفعلا يجب أن يكون الهدف من الدراسة هو ماذا تريد أن تعمل. التعليم التقني من أكبر نقاط الضعف عندنا ولا نعطيه اهتمامنا الكافي. جودة التعليم والرقابة على جودة التعليم مهمة جدا. التسونامي الذي يواجه، حقيقة هنالك تسونامي، الجامعات ستصبح لا مكان لها ولا فائدة لها، لأنني أنا شخصيا كمؤسسة إذا جاءني خريج بالتعليم الإلكتروني أفضل 10 مرات على من تخرج من الصف، لأنه من تخرج بالصف قاعد مع أستاذ كتابه صار أصفر ويعلمه ما لا يحتاج أن يتعلمه، لأنه هو طفل عرف اللي بدي يقوله الأستاذ بالجامعة. يعني إحنا الآن نتكلم عن عالم ثورة معرفية جارفة، التعليم لم يواكبها بعد. شرحنا عن موضوع موكس وهو شاغل الناس. أنا من البداية قلت، وإحنا كنا من إحدى المؤسسات التي عرض علينا أن ندخل في هذا المشروع. موكس مشروع هو خطوة كما قالت الدكتورة ديالا قمو، هو خطوة أولى، يعطي تجربة كيف تعطي مواد مجانا، ولكن الانتقال من هذه المواد إلى أن تصبح شهادة يحتاج إلى نقلة. وبعد ما تصبح شهادة في مشكلة، وأنا أقولها اليوم لموكس، عندما يصدروا شهادات هم يدخلوا في خطر إلغاء التنافسية في التعليم. لما يكون في مؤسسة
مشتركة فيها الجامعات وتصدر شهادة واحدة. أين التنافس؟ أين التنوعية؟ نريد الجامعات مثل ما كمان سمعنا كل جامعة تكون مختلفة، وليس هنالك تعليم واحد وموحد تشترك فيه 20 أو 30 جامعة وتعطي شهادة واحدة. لا، إحنا في جامعة طلال أبو غزالة أخذنا نموذج بأن عليك خيار أن تختار أي برنامج إلكتروني وأي مادة بأي جامعة وتتخرج منها. أنا أقول أننا اليوم في لقاء هام جدا، مشكلتنا في الأردن تستحق أن نعطي هذا الموضوع أولوية، وأتمنى على مدير اللقاء ومدير هذه الندوة أن نخرج أيضا نحن من أسوار الندوة هذه إلى المجتمع كما ننادي بخروج الجامعات إلى المجتمع. شكرا جزيلا. شكرا شكرا لسعادة الدكتور طلال. إذا سمحت لنا نأخذ 20 دقيقة الكثير كان عنده العديد من الاستفسارات، معلش رح نشرح له بسؤال واحد بس يكون دقيقة ونص الناس اللي بده يسأل سؤال يعرف على نفسه ويحدد لمن هو السؤال الصغير. نحن وقفنا مباشرة إلى جامعات بلا أسوار، ونحن في الأساس بحاجة إلى مدارس بلا أسوار حتى يكون النظام التعليمي والنظام المجتمعي أنجح من كون المدارس. الشيء الآخر إنه كنا نحكي عن التعليم أنه تعليم نوعي، ولكن نسبة النوعية عندنا أعداد هائلة، وقال الدكتور إبراهيم أن الأعداد فاقت أعداد سنغافورة، ولكن ما زلنا حتى الآن نفتقد إلى النوعيات، والجامعات تخرج بكميات هائلة أعداد وليس نوعيات. حتى النوعيات التي تخرج هي تفتقد إلى التمييز أو الحافز الذي يدعمها لتكون ناجحة في المجتمع. نشكر مؤسسة طلال أبو غزالة على الدعوة الكريمة، والحقيقة استمعنا لأفكار عظيمة، ولكن أعتقد هاي الأفكار ما بتطرق مباشرة للمشاكل التي تواجهها الجامعات الأردنية. الجامعات في كل مكان هي الدينامو والتغيير في المجتمعات ككل. أعتقد أن المشكلة اللي تواجه الجامعات حتى هاي اللحظة هي انعدام المؤسسة، واضح في طرق التعيين، واضح في أنه ما في تقاليد راسخة في تبادل أعضاء التدريس أو تبادل التعليم مع الجامعات المتقدمة، واضح بنوعية الخريجين. إحنا بنتحدث بس هاي السنة انتحق بنقابة المهندسين أكثر من 8000 مهندس، وهؤلاء يعني تحديدا يعملوا ثورة بكل معنى الكلمة أكثر من تسونامي، لكن على الواقع يعني الأمور مختلفة تماما. هذا كان يوم الأحد في جلسة أخذت حوالي ساعتين ونص عن كل الجوانب المتعلقة بالدين في الجامعات، كل ما التمويل، قضايا التدريس، الطلبة، المناهج، جودة التعليم، الاعتماد، الاعتراف، تم يعني تفصيلات، وهي موجودة على موقع الموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، شكر أيضا للأساتذة الكرام على محاضرتهم القيمة، وشكر موصول للمؤسسة الدكتور طلال أبو غزالة على هذه الندوة التي تمس كل بيت من بيوتنا في الأردن ألا هو التعليم. الحقيقة أنه عنوان المحاضرة الجامعات والأسواق موضوع كثير جيد، وأول من طرقه على ما أذكر أنا واحد جامعي في جامعة هارفارد، أستاذ إدارة اسمه بيتر دراكر، وقال إنه سنة 2050 مش راح يكون بجامعات الأسواق. هذا بداية. طيب الجامعات الأسواق، العلاقة بين الجامعة والمجتمع، الدكتور طالب الصغير أذكرها، الحقيقة أن الجامعات هي تقود المجتمع. جامعاتها رمز الحضارة ورمز الرقي، لأن هي يجب أن تقود المجتمعات في التطوير تحسين المجتمع. هذه المجتمعات هناك عدة طرق، عدة نقاط. ماذا تقدم الجامعة للمجتمعات؟ تنمية، مكافأة فساد، تعزيز الانتماء الوطني، استقطاب التعليم والعمل، يعني كثير نقاط حية. لذلك أنا بوصلي توصي.